هل كل شغلك دلوقتي بقى مرتبط بس بحته الفريلانس، ان انت بس مجرد انك شغاله شغلك الطبيعي، ولا ممكن في بلد انت لقيتي نفسك قاعده فيها شويه فممكن تشتغلي حاجه من ضمن الحاجات اللي ممكن تظهر قدامك؟ ممكن. لا يعني انا في اثيوبيا كان في شغل مع ريد كروس. كان في شغل ايه؟ جه كده كان في شغل مع ريد كروس، كان جه كده بشكل هزلي يعني وظبط ساعة ما كنا في اثيوبيا. فالموضوع عادي. لا بصي خديجه الصوت ابتدى يبعد. سامعني كده كويس؟ كده احسن. هو يعني انا لما كنت في اثيوبيا كان في فرصه للشغل مع ترجمه مع الريد كروس، فده ظبط مثلا اشتغلت فيه عادي. قصدي انه على حسب طبعا، اكيد كل ما اقدر اظبط حاجات اكتر كل ما يبقى احسن ليا. بس مني انا بشتغل شغلي يعني، يا دوبك على قد شغلي وعلى قد المجهود. طب قولي لي انت اصلا في كل بلد بتقعدي مده قد ايه تقريبا وبتقعدي فين؟ بصي من شهر لشهرين ما بقعدش في مكان واحد طول الوقت ده. يعني انا لما قعدت في السيتي قبل كده قعدت شهرين. وانا دلوقتي بقالي شهرين في السودان. بتأجري مثلا بتأجري بيت، بتنزلي في اوتيل، بتخيمي؟ في كذا. بصي في كذا طريقه. اول طريقه الاستضافة، ثاني طريقه الهوستل. معظم الوقت الهوستل، لانه الهوستل بتوفر، هقول لك المميزات بتاعت كل حاجه. الاستضافه اول حاجه، ان انا ببقى قاعده في وسط الناس، ببقى عارفه اكلهم شربهم. تتعرفي على عادات يعني البلد بالظبط. يعني انا كنت واصله، يعني واصله دلوقتي عادي، هم بيعتبروني سودانيه زيهم عشان انا عارفه كل انواع الاكل وكل الحاجات اللي بتتاكل، كل العادات اللي بتبقى موجوده في البلد. في البيت، لان انت في البيت بتعرف العادات بالظبط، يعني تعرف ازاي انت بتحترم الستات والرجاله بيتعاملوا مع بعض ازاي، شكلهم الديناميك بتاعت العلاقات في البيت بتتعامل ازاي. ده كله ده نفسه اللي هو القعاد في البيت. طب لحظه واحده بس، بخصوص الاستضافه بتيجي معاك ازاي؟ يعني ازاي بتعرفي الناس دول كويسين مش كويسين؟ الناس دي عندهم الثقافه دي ما عندهمش الثقافه دي؟ ماشي، بنفس الطريقه. اول حاجه في ابلكيشن اللي هو كاوتش سيرفنج. الابلكيشن ده بيبقى موجود عليه ريفيوز للناس. لو في حد الناس بتعرض ان هي تستضيف الناس بيبقى موجود عليها ريفيوز. على قد الريفيوز انت بتبقى واثق او مش واثق. اوكي. بجانب برضو تاني هرجع اقول لك، هي افريقيا على قد برضو ما الناس بتسافرها، بس احنا كلنا مثلا 50 واحد بنسافر، فحرفيا كلنا معانا كل الارقام. يعني انا صديقتي اللي معايا دلوقتي بتكلم حد هنا في المكان اللي احنا فيه، اكتشفت ان انا معايا رقمه من حد تاني. طب ايه الاستفاده من الاستضافه بالنسبه للاسره اللي ممكن يعني تقعدي معاها؟ اعتقد لما يجوا هم مصر جزء منه بيبقى تبادل ثقافات، وجزء منه ثقافه البلد نفسها بتحتم عليهم كده. يعني هم السودانيين هنا مثلا هما ما بيفرقوش، هو انت ضيف تعالى انا هاكلك واشربك واقعدك واعمل لك كل حاجه. دول مثلا السودانيين ما فيش في دماغهم غير ان انت ضيف في البلد دي واحنا لازم نكرمك. وفي ناس ثانيه بتاخدها من انه ده تبادل ثقافات، وبتعرف على ناس ثانيه مختلفه. احنا مره، انا عايزه اقول لك ان احنا مره ركبنا مع عربيه، عمو قال لنا انا من 20 سنه حد من بولندا ركب معايا. من 20 سنه حد من بولندا ركب معاكي؟ ركب معاه في التراك بتاعته، في العربيه النقل بتاعته. فقصدي انه بتبقى يعني الناس اللي سافرت افريقيا عموما قليلين قوي، ناس فيها كتير بالنسبه. طب التطعيمات والحاجات دي اخبارها ايه معاكي؟ لان احنا عارفين خدتها. هل انت خدتها؟ خدتي كل حاجه ما شاء الله. خدتها يعني نفسك يعني الدنيا شكليات. يعني في تطعيمات معينه لافريقيا كلها ولا كل دوله افريقيه ليها تطعيم معين؟ بص هو انا رحت مكتب الصحه وقلت لهم القصه كلها. ادوني كل التطعيمات اللي عندكم. كل حاجه عندكم هاتوها. ايوه بالظبط حرفيا. انا كنت واخده حمص صفرا، ما كنت اثيوبيا اللي هو اليلو كارد ده. ايوه اصلا بعض يعني مصر مثلا ما بتدخلش الناس من غير اليلو كارد ده، هم جايين من افريقيا. بعض الدول يعني كينيا مثلا او كده. فاخدت الملاريا، راس الملاريا دي المفروض باخدها تقريبا كل يوم المفروض يعني. بس عشان انا بسافر لمده طويله. وانت مش بتاخديها؟ المفروض. لا ما هقول لك، لان هما مكتب الصحه ما عندوش اكتر من 3 شهور يصرفها لي. انت طبعا انت هاجرتي طبعا، انت قاعده سنه. 3 شهور ده المفروض طبيعي كافي بزياده يعني. اللي هو مش سنه يعني. طب قولي لي يا خديجه، انت تقريبا السنه دي هتعدي فيها يعني بكل فصول السنه، شتاء وصيف وخريف وربيع وكده. هل بقى بتسافري بالدولاب كله ولا بتعملي ايه؟ بسافر بالدولاب كله وبساكريفايز بقى، يعني احنا بنضحي. يعني انا مثلا يعني
معايا هدوم قليله وكده وشايفه ان الشنطه تقيله. انا اصلا يمكن اللي ساقل الشنطه انا المفروض هطلع ان شاء الله جبل كليمنجارو اللي في تنزانيا اللي هو اطول جبل في افريقيا. فده كمان مخليني واخده اكويبمنت ازيد، اكويبمنت ازيد من ناحيه الدنيا ساقعه باخد ازيد. يعني انا مثلا لو معايا فلوفر واحد في الطبيعي واخده مثلا ثلاثه ولا حاجه. وانا شنطتي مثلا حوالي 15 كيلو فهي يعتبر فيها كل الدولاب كل حاجه بقى. خيمه بالسليبنج باج بهدوم صيفي بهدوم شتوي. بصي يا خديجه يعني انا فرهدت وانا بسمعك يعني انا فرهدت. لو انت مثلا تعبتي في وسط الرحله دي ومثلا حسيتي انك مش قادره تكملي ممكن ترجعي ولا ايه اللي بيحصل او ايه المعروف في المواقف اللي زي دي؟ هرجع ما ارجعش ليه؟ بس انا مش حاسه ان انا هعمل كده. انت مبسوطه؟ مش عليك. هو انت منين؟ من مصر اصلا يا خديجه؟ من القاهره. من القاهره؟ من القاهره من مصر الجديده. انت البدايه معاكي كانت على طول تطلعي بره مصر؟ ها دي البدايه؟ لا انا بسافر في مصر كتير. ولا روحتي ولا جربتي ده في مصر برضو تطلعي كده محافظات مختلفه كده بينك وبين نفسك كده من غير حاجه خالص؟ محافظات مختلفه. بطلع لان انا بص اقول لك انا كمان بس بقول لك انا شغاله في التعليم الغير تقليدي. احنا كنا كده بناخد العيال دول انا بقول على العيال اللي هم الطلاب يعني العيال بتوعنا وناخدهم ونطلع بيهم بقى صح محميه وادي دجله، نطلع بيهم بورسعيد، نطلع بيهم اماكن كده راندوم يعني منتشره ما شاء الله يعني داخليا وخارجيا. فكده كده كنا بنعمل كده في مصر يعني. انا فاكره اخر سنه ماما قالت لي انا مش شفتكيش كتير في القاهره. ده معناه انا ما شفتكيش اصلا. بالظبط. طيب خديجه، هل السفر عن طريق البر محتاج اجراءات وورق زي فكره ان انا مسافره طيران ولا الموضوع بيمشي ازاي؟ طبعا. بصي هو السفر عن طريق البر بيضيف لنا ان يعني بيضيف لي انا بالنسبه لي بشكل شخصي الثقافات، لان انا كمان بشوف كل يعني الاماكن اللي جنب الحدود بتبقى شبه الحدود قوي يعني. الناس الصوماليين السودان شبه الصعيد جدا حتى اكلهم وتقاليدهم وكده. فده مميزات، بس الاجراءات بتبقى اصعب كتير لانه البر عاده معمول لنقل البضائع. بالظبط صح. مش عشان نقل الناس يعني. فالاجراءات بتبقى مرهقه شويه حاجه. والحاجه الثانيه بيبقى في شويه حاجات محتاجه اتاكد منها خصوصا في البيز الاونلاين، محتاجه يبقى معايا كويس يعني حاجات سير. طب يعني الاكل والشرب معاكي طيب تمام؟ الدنيا كويسه؟ طيب بتقعد في الحمد لله. لما بتروحي البلد يعني. بلد ثانيه لا نقطه تنسل اي حاجه، بس انا طبعا نفسي ارجع اكل اكل بيتنا. طبعا طبعا. بس معاك. انا خلاص والله واحنا كمان نفسنا والله يا خديجه انك ترجعي تاكلي اكل بيتك عادي جدا بدل يعني اللي انت فيه ده. احنا طبعا يعني حابين